وللمزيد مشاهدينا من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا دكتور ناصر مندور رئيس جامعة الإسماعيلية الجديدة. دكتور ناصر بعد التحية، هي جهود حثيثة تبذلها الدولة بمنظومة التعليم العالي في سيناء وذلك للارتقاء بالمواطن السينوي وأيضا ضمان تمتعه بكافة الخدمات التعليمية كنظائره في الوطن، ضعنا في تفاصيل تلك الجهود. شكرا يا فندم، أولا بحييكم وبحيي كل مشاهدينك الكرام، وبقول للشعب المصري كل عام وحضراتكم بخير جميعا بمناسبة عيد تحرير سيناء المجيدة، وبنبارك للقيادة السياسية وجيشنا المحترم على هذه المناسبة نعم. حضرتك بتتكلم في موضوع في ملف من أهم الملفات اللي الدولة بتولي فيها اهتمام كبير وسيادة الرئيس شخصيا متابعه. صحيح. اللي هو تنمية سيناء وخاصة بملف التعليم. زي حضرتك قلت في المقدمة بتاعت سعادتك إن الدولة تقريبا في ملف التعليم العالي تحديدا اللي احنا مهتمين به أو تبع القطاع بتاعنا. نعم. كرؤساء جامعات الدولة أنشأت ست في خلال الفترة اللي فاتت ست جامعات في سيناء. جامعة العريش كأحد الأفرع المنفصلة عن جامعة قناة السويس. نعم. اللي أنا بشرف إن أنا رئيس جامعتها كمان بالإضافة لجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية. نعم. وجامعة الملك سلمان وجامعة بورسعيد الأهلية. نعم. أو مصر السلام الأهلية وجامعة التكنولوجيا في بورسعيد وجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية وفرع بورديس اللي إن شاء الله يبقى لاحقا جامعة مستقلة من جامعة السويس. نعم. فلو جاي أتكلم على هذا الملف، هذا الملف ملف كبير جدا ومكلف، لكن الدولة حطها في بؤرة الاهتمام بالنسبة لقطاع تنمية سيناء الحبيب. نعم. جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية جامعة احنا تم افتتاحها كباقي الجامعات الأهلية في 22 سبتمبر 22 بتكلفات وتوجيهات من سيادة الرئيس. الجامعة تكلفتها فندم 4.6 مليار جنيه حتى الآن. جامعة من الجيل الرابع اللي حضرتك تشرف بيها لما تشوف مستوى التعليم اللي فيها والبنية التحتية والبيئة التعليمية كمان أولادنا بيتعلموا فيها. نعم. حاجة تشرف جدا 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 عشان تكتمل الصورة بالنسبة لتنمية وتطوير نعم القناة كله وسيناء بصفة خاصة. يعني حضرتك دكتور ناصر تتحدث عن إنشاء ست جامعات جديدة في سيناء، هي يعني أبرز المحاور التي ترتكز عليها عملية التنمية. أنا بتكلم في مجال التعليم العالي طبعا. نعم، وخاصة في مجال طبعا التعليم العالي والبحث العلمي. السؤال هنا، كيف ترى تعاطي المجتمع السيناوي مع هذه التنمية فيما لا وصل بالتعليم العالي والبحث العلمي؟ هو طبعا مش حكاية تعاطي المجتمع السيناوي، تعاطي مصر كلها. انت متخيل هل الست جامعات بتخدم ابناء سيناء بس يا فندم ولا بتخدم المجتمع المصري باكمله؟ نعم. يعني على سبيل المثال جامعه الاسماعيليه الجديده الاهليه هي في شرق القناه، تبعد حوالي 15 كيلو من قناه السويس. نعم. امام مدينه الاسماعيليه الجديده الاهليه مباشره، الفرق بينهم طريق تقريبا حوالي 20 30 متر، فيها من كل ابناء الوطن من وجه بحري والصعيد وسيناء وجنوب سيناء وشمال سيناء. ده شيء مفهوم يا دكتور ناصر، انا بتحدث هنا عن ما قبل وما بعد، ما قبل التطوير، ما قبل التحديث، ما قبل التنميه في هذا المجال وما بعد. اه كده كده، يبقى حضرتك عايز تقول حضرتك ان الفرق ايه؟ ده الفرق مش كده، ده ما فيش بقعه تمتعت بمثل هذا الاهتمام. نعم. مثل سيناء. نعم. ست جامعات في شبه جزيره سيناء فقط في خلال العشر سنوات الماضيه. جامعه لو جينا نشوفهم بالاقدميه، جامعه العريش منفصله عن جامعه قناه السويس سنه 2016 سنوات، ثم انشاء جامعه الملك سلمان. نعم. ثم الجامعه الاهليه بتاعت الاسماعيليه، ثم جامعه بورسعيد الاهليه. نعم. او مصر السلام الاهليه، وجامعه التكنولوجيا في بورسعيد وفرع ابو ديس. فكل هذه التكلفه والاستثمارات الكبيره جدا جدا علشان تنميه هذا الاقليم العزيز على قلب. نعم. كل المصريين. نعم، انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور ناصر مندور رئيس جامعه الاسماعيليه الجديده.